ورحمة الله وبركاته. جثث الأستاذ إدريس مثله عضو التنسيق المحلي للتدريس وقدام فرع مراكش فرع السد التنسيق الميداني لتشكنس برعام التنسيق المحلي التنسيق الوطني وقدام عشرات الثانوية التأهيلي الفرع للأسبوع السادس على التوالي مفيش على هذا الفرع أرمسوي أرمسوي الفرع كهيئة التدريس ضمن نظام الأساسي المختلف اللي تولي الوزارة طرف واحد مخلص من كل الغربة أمين المفاوضات كل السينيات المفاوضات جميل جناني جناني الله أعلم المهم نستنكر بأنه وزارة تولد نظام الأساسي ضمن طرف واحد قبل نظام الإدارة جدا متحقق هيئة التدريس أصل النظام الأساسي ورجس ولو جسمية ولو جسمية عفنا الحقوق الأساسية والمطالب الأساسية بيئة التدريس نظام الأساسي المتحدث من موسى الوزير نظام الحكومة بحني أرجس تكر الحفوظات ورجس من العقوبات الجسمية وتحوص العقوبات تحقر الحفوظات نقرنا الوظيفة العمومية في المغرب في الوزارة بأنه المطلب منهم كان تربع أسجاد المطلب منهم هو المطلب منهم هو السحب من نظام الأساسي الثاني هو الزيادة في الأوصاف نسوة لجميع القطاعات من الوظيفة العمومية الثالث هو المطلب الثالث هو الناس المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية ثم المطلب الرابع هو حل الملفات جميع الملفات بينما الكبرى ويقول اني غاية تكون رئيس مدري اذا مدرسة القوى 20 سنة بدينا القوى ورئيس سياد استجابة المطالب تكسى عبر القوى اي حرص غادي جهد الرسالة لأباء بأولياء التلاميذ أباء الأولياء التلاميذ أرى سنتي يغبلي أشياء الرولة تحميلة المدرسة العمومية أجور السحرة الرولة كان أضانا خلاص ثاني في المدارس اللي بيحتاجها رولة جوابة المدرسة العمومية أجل الأوجود الأحسن الحقوق النمر يمكن لي غتقمر مع المطالب ديال لا غير ثم اخر رساله اللي غتوجه لبعض الابواق المعروفه اللي توسم بالمغرب كله سيكو المغرب اللي بعناك سيكو اللي في الاخوان سيكو اللي غطى بالزبده والصغرى وتتسمى بالتصريحات مستفزه باش تنين فوق اميني اتيس مالو اتي محمد اذا نائب الكاتب الجهوي الجامعه الوطنيه للتعليم التوجه الديمقراطي احنا تواجدنا الان في اطار التنسيق الوطني وفي اطار التنسيق الميداني مع كل التنسيقيات المناضله اذا كما شفتوا اننا في البدايه الوقفه الاحتجاجيه امام المديريه امام مقر الاكاديميه اننا توصلنا في البدايه بمنع المسيره الاحتجاجيه ولكن نحن كقياده ديال التدبير لكذا اجتماع تنظيمي اللي قام به التنسيق على اساس اننا متحدثون بالمسيره ديالنا وفعلا ان كما تشوفوا بان المسيره فهي انطلقت وبينات على المستوى الحضاري ديال النساء ورجال التعليم القدره
ديالهم في التنظيم، وبينا لهم باننا نحن نربي، نحن من يدرس القانون، ونحن من يربي، وبالتالي نحن لسنا في حاجه الى اعطائنا دروس يعني في يعني ان سير تظاهرات اللي هي سلميه، واللي من خلالها حنا غادي نعبروا على رفضنا للنظام اللي كنسموه حنا نظام المآسي. هذا النظام هذا اللي منذ 2003 كنا تنتظروا يعني 20 سنة من الانتظار، 20 سنة من النضال، يعني 20 سنة من القهر، 20 سنة من المعاناة. فجاء الوقت يعني أننا قلنا وشكرنا خيرا من بعد سنتين من المفاوضات، فإذا به تخرج لنا كما يقال بخفي حنين، يعني أننا الآن ترجعوا إلى الوراء، يعني أننا الآن وكأننا لم نناضل، يعني الآن أصبح الاحتكار كله اللي سببه هو هروب وانفراد وزارة التربية الوطنية بعد إخراج هذا النظام الأساسي، ثم أنها لم تأخذ بعين الاعتبار يعني مطالب هذه المسيرة فيها أكثر من 30 فئة، يعني فيها فئات كثيرة، فيها فئات الدكاترة، المدرجين، العربيين، المقصيين، يعني فئات الابتدائي، الإعدادي، الثانوي، وكم يعني أنا منتج نسرت جميع الفئات، ولكن هناك فئات عديدة، وعندنا ملف مطلبي فئوي، وعندنا ملف مطلبي عام، يعني اللي تيجمعنا كلنا كزيادة في الأجور، لأنه لا يعقل بأن رجل التعليم، نساء ورجال التعليم هما اللي الآن تياخذوا أقل أجر، يعني إلا خدينا موظف يعني أنه تعين لأول مرة في وزارة أو قطاع آخر مع موظف في وزارة التربية الوطنية، فتلقوا بأن كبير، في الحين أن في الدول المتقدمة وفي الدول اللي تحترم نفسها كألمانيا، فرجال ونساء التعليم هما اللي تياخذوا أكبر أجر، لأن الفئة الوحيدة التي تشتغل في القسم ثم تشتغل في المنزل، يعني الفئة اللي هي العمود الفقري ديال المنظومة التربوية، ثم أضيف بأن التقدم ديال الدول فهو يقاس بالتقدم ديال المنظومة التعليمية فيه، إذا كان عندك تعليم بخير فراه الدولة ديالك راه غادية مزيان، ما كانش التعليم بخير راه الدولة ديالك غادية اللور اللور، إذا بالتالي فهذا ناقوس خطر، راه لا يعقل، راه حنا واخا أساتذة، راه في نفس الوقت نحن آباء وأمهات ديال ولادنا، راه ولادنا ما تيقراوش، ولادنا تيقراو في المدرسة العمومية، وتا هما الآن محرومين، ولأختهم، أن هذا من محاسن هذا النظام الأساسي هو أنه جمع وحد نساء ورجال التعليم، كما أنه أعطى واحد الإشارة بأن المطالب ديالنا ليست بالدرجة الأولى مادية، بل المطالب ديالنا هو الكرامة والعيش الكريم ورد الاعتبار لنساء ورجال التعليم، ثم أننا نطالب بإنقاذ المنظومة التربوية، لإنقاذ المدرسة العمومية، نحن من يدافع عن المدرسة العمومية، أولادهم غتيقراو في البعثات، أولادهم راهم تيقراو في البريفي، إذا وبالتالي ما يتزيد علينا حتى شي واحد في الوطنية، حنا مطالبنا بسيطة وبسيطة جدا، هما أن الناس يلبوا لنا المطالب ديالنا، وتحية لكم. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.